طيب الساعات الأخيرة مع غلق باب القيد الإفريقي شفت أخبار كتير قوي بتتكلم على فكرة إن في أندية أيدت عدد كبير من اللعيبة عشان لسه هتستبدل في يناير الفترة اللي جاية. بصوا يا جماعة، عشان اللغط اللي موجود في السوشيال ميديا والناس فاكرة لما الأهلي أيد 34 والزمالك أيد 33 وبيراميدز أيد 33، فأنت عندك مساحة في يناير أنت تستبدل وتضيف بحد أقصى 7 لعيبة في يناير. لا، اللوائح اتغيرت والتفاصيل اللي الناس عايزة تسمعها احنا هنقولها لكم من خلال برنامج الترند، لأن اللي موجود على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي دي نسخة لائحة دوري أبطال إفريقيا من 2019 ما اتغيرتش، لكن الإيميلات الرسمية اللي ما بين إدارة المسابقات في الكاف مع الأندية المشاركة بيبقى فيها لوائح معدلة وبيتبعت ملاحق خاصة باللوائح قبل بداية كل مسابقة. اللي حصل السنة دي إيه؟ يوم 29/6 الاتحاد الأفريقي بعت للاتحادات المحلية وبلغهم إن لجنة الأندية استقرت إن إحنا استثنائياً هنلعب السنة الجاية بقائمة 40 لاعب وعلى دكة البدلاء في 9 لعيبة وهنجري 5 تغييرات، هيبقى في 5 تغييرات أثناء المباراة. طيب اللائحة اللي موجودة على الموقع الرسمي لسه مكتوب فيها 30 لاعب والتسجيل في شهر 7 والغرامة والاستبدال بأربع لعيبة. لما الاتحاد الإفريقي بعت للاتحادات قرار لجنة الأندية وفي آخر 8 بعت إيميل نهائي رسمي بهذه التعليمات، ذكر لهم إن اللائحة 40 والدكة 9 لعيبة والتغييرات 5، ولكن أكد في اللائحة المعدلة اللي ما اتنشرتش على موقع الكاف واللي هنعلنها من خلال برنامج الترند على الشاشة إيه اللي حصل في موضوع اللائحة ونقارن ما بين 2019 و 2022. في 2019 اتحط بند إن الاتحادات لها الحق إن هي تختار الأندية إن هي تستبدل 4 لعيبة ما بين فترة القيد الأولى والثانية لما تحب تغير يعني اللعيبة اللي انت عيدتها مبدئيا وتغيرها. اللائحة الثانية قدامكم على الشاشة، يمكن دي اللائحة اللي موجودة على موقع الكاف اللي بتتكلم على انك ليك الحق تستبدل 4 لعيبة بعد ما بتعمل القيد المبدئي في بداية القيد. خدوا بالكم المواعيد اللي على اللائحة دي اتغيرت، لان الكاف السنة دي لما عمل مواعيد القيد غيرها، خلى الميعاد المبدئي لغاية 23/8 والميعاد القيد الثاني لغاية 15/9، فالتواريخ دي اصلا متغيرة. هو الكاف المفروض لما بيجي ينشر على الموقع الرسمي ينشر الابديت احدث حاجة، لكن ده ما بيحصلش، لكن هو بيختار الأندية بأحدث حاجة، ده اللي على الموقع الرسمي واللي كل الناس بتشوفه. طب اللي مش على الموقع الرسمي واللي هنطلعه لكل السادة المشاهدين عشان يعرفوا ايه الجديد اللي تم في اللوائح بخصوص المسابقة في الفترة اللي جاية، ده الجديد. ايه الجديد؟ اهو قدامكم فقرة اللي فيها السطر باستبدال 4 لعيبة اتشالت. هنا بيتكلموا على ان انت بتأيد 30 لاعب، طبعا ده النظام القديم يعني، لكن فكرة الاستبدال اتشالت من اللائحة. هو بلغ بقرار لجنة الأندية وقال لهم 40 لاعب، 9 على الدكة، 5 بدلاء، وبحد أقصى تسجل 7 قبل يناير، 7 لعيبة قبل يناير. وقدامكم حتى فروم 1 تو 7، يعني أنت تسجل من حدود من 1 إلى 7 لعيبة في الانتقالات الثانية. لكن الاستبدال اتلغت يا جماعة، الاستثناء اللي اتحط عشان موضوع الكورونا وقائمة 40 لاعب لغى الاستبدال. اللي على الشاشة دي مش موجودة على الموقع الرسمي، الحمد لله من مصادرنا في الاتحاد الإفريقي بنعرف نوصل لأدق التفاصيل. اللائحة لما اتبعتت للأندية في نهاية شهر 8 ما كانش فيها الاستبدال، ودي اللي قدامكم على الشاشة عكس الأولانية. الأولانية اللي على الموقع الرسمي مكتوب فيها استبدال 4 لعيبة، وبالتالي الأهلي سجل 34 في شهر يناير هيضيف 6 لعيبة، الزمالك سجل 33 في شهر يناير هيضيف 7 لعيبة، بيراميدز نفس الأمر هيضيف 7 لعيبة. أي لاعب اتسجل في القائمة الإفريقية ضمن ال 33 أو ال 34 ما ينفعش تشيله، خلاص هو اتحط على القائمة ما ينفعش يتم استبداله عكس النظام اللي كان موجود قبل الكورونا في 2019. إذن شرحنا لكم بالمستندات إيه اللي بيحصل في موضوع الاستبدال وهل الاستبدال موجود ولا مش موجود. وقدامكم على الشاشة رسميا تم إلغاء الاستبدال بعد إقرار لائحة الكورونا في الموسم الإفريقي القادم 2022-2023. آخر حاجة قبل ما أطلع لفاصل، جوائز دوري أبطال إفريقيا، وده اللي الأهلي كان بينادي بيه ساعة أزمة نهائي أفريقيا الأخيرة مباراة الوداد. الأهلي قال إن المسابقات الإفريقية الجوائز بتاعتها محتاجة تزيد. الاتحاد الإفريقي أعلن من خلال التقرير المالي إن الجوائز زادت، يعني مجموع جوائز دوري الأبطال من 12.5 مليون دولار زادت ل 17.600 ألف دولار، يعني زادت بحوالي 5,100,000 دولار. الزيادة دي راحت إزاي؟ البطل اللي كان بياخد 2.5 هياخد 3.5، الوصيف بعد ما كان بياخد 1,250,000 هياخد 1,750,000، طرف نصف النهائي اللي هيخرجوا
ومش هيوصلوا الفاينل، كل فريق هياخد $1,000,000. لما توصل الدور ربع النهائي وما تتأهلش النصف النهائي، الماكسيموم هتاخد $800,000. نفس الزيادة موجودة في الكونفدرالية، بس بإجمالي إزاي زيادة 30%. مجموع الجوائز كان 6,375,000، بقت 9,900,000. بطل الكونفدرالية كان بياخد 1.5 مليون، بقى حاليا حوالي $2,000,000. يعني هي زيادات بسيطة، لأن ده الموسم الإفريقي الأخير في النظام الحالي. مع الموسم القادم من أغسطس 2023 داخلين على نظام دور السوبر وأرقام تانية خالص، بقى بنتكلم في 11,600,000، ورحلات كلها مجانا الاتحاد الإفريقي بيتحملها من خلال شركات الرعاة، والأهداف بفلوس والنقط بفلوس، وفي الآخر هتوصل للبطولة هتلاقي نفسك واخد ما لا يقل عن $11,600,000. فرق شاسع، بنتكلم في زيادة حوالي أكتر من $8,000,000. دي كانت